النهارده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره تفقد الاعمال الجاريه لانشاء ثلاث ساحات انتظار بمصر الجديده والنزهه في اطار الجهود اللي بتقوم بها المحافظه لتوفير اماكن انتظار لاستيعاب السيارات المتواجده بالشوارع الرئيسيه والفرعيه، خاصه الشوارع المحيطه بالمحاور الجديده التي تم انشائها بالعاصمه لتيسير الحركه المروريه. محافظ القاهرة أكد أنه لن يتم السماح بإقامة أي عقار في القاهرة لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التي توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع. معنا على التليفون اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة. سيادة اللواء أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. اهلا وسهلا. في البدايه كلمنا عن تفاصيل جوله المحافظ النهارده في مصر الجديده. النهارده السيد المحافظ صباح الباكر تفقد ثلاث اماكن بنعملهم ساحات تقوم بهم المحافظه عشان نخلق اماكن لانتظار السيارات وعدم تكدس السيارات، خاصه في المحاور اللي اتعملت اللي قامت بها الدوله الفتره اللي فاتت. بالنسبه افتتحنا ساحه في منطقه الميرلاند بمصر الجديده تستوعب 230 سياره تقريبا 225 سياره في بمنطقه المنتزه شارع المنتزه بجوار محطه مترو الالف مسكن، ايضا ساحه تتسع 400 سياره. وتوجيهات السيد المحافظ لرؤساء الاحياء في جميع الاجتماعات او في المجلس التنفيذي بتكثيف الحملات لفتح الجراجات، يعني بحيث ان احنا الجراجات المغلقه اسفل العقارات يتم فتحها عشان نخفف تكدس السيارات اللي موجود بالشوارع الرئيسيه والفرعيه. فده اتجاه المحافظه في الفتره القادمه ان شاء الله، خلق اماكن جديده، خلق ساحات جديده، تكثيف الحملات على الجراجات وفتح الجراجات. وسيادة توجه ايضا بالتنسيق مع اصحاب القطع الاراضي الفضاء، يعني كل حي يحصر قطع الاراضي الفضاء اللي عنده وتتحول لحين بنائها او لحين الشروع في بنائها بدل ما تتحول الى مقالب للقمامه وتبقى المنظر مسيء، فتتعمل ساحات انتظار بالتنسيق مع المالك بحيث انها تستوعب ايضا التكدسات اللي موجوده في الشارع. طب هو الحقيقه انه المحافظ اكد انه لن يتم السماح باقامه اي عقار في القاهره لا يلتزم بالاشتراطات البنائيه، عايزين نعرف ايه ابرز هذه الاشتراطات يا فندم؟ ابرز هذه الاشتراطات حضرتك اولا الجراجات. يعني ابرز الاشتراطات ان شاء الله اللي هتنزل في خلال نهايه شهر 11 ان شاء الله بالنسبه لاشتراطات المباني ابرزها الجراجات. وكان السيد رئيس الوزراء وجه اللجنه اللي قايمه بكده ان ممكن يبقى في دورين جراج. يعني ممكن يبقى في دورين جراج وليس بدروم فقط جراج، لا يبقى في دورين بحيث انه يستوعب جميع السيارات اللي القاطنين في العقار، يبقى مفيش سياره تبقى في الشارع خالص. دي ابرز الاشتراطات. الثاني عدم تحويل الشقق السكنيه الى تجاريه او اداريه. ده من اهم من بعد اهميه الجراجات. عدم تحويل الشقق من سكني الى تجاري، لان السكن التجاري هيعمل تكدس في الشارع، هيتعمل محلات، هيبقى في سيارات، هيبقى في انتظار خاطئ. نمره ثلاثه ايضا مفيش مخالفه لقيود الارتفاع. اي قيد ارتفاع بعد كده، يعني من منطقه ارضي وخمسه، يعني المنطقه دي ارضي وخمسه. المنطقه دي ارضي واربعه، يعني ارضي مفيش طوبه. وسيادته لما وجه وتوجيه كذا السياسيه بعمل وحدات المتغيرات المكانيه اللي هتتواجد في الاحياء هتراقب الكلام ده كله، بحيث ان الاشتراطات نزلت ارضي واربعه ارضي وخمسه مفيش طوبه بعد كده. دي من ابرز الاشتراطات، سواء الجراجات او عدم التحويل من سكني الى تجاري او عدم مخالفه قيود الارتفاع وعدم التعدي على خط التنظيم. عندنا خط تنظيم وهمي موجود، يبقى الشارع كله ماشي بخط واحد، مش واحد يبرز يعني مش عايز اقول متر بقول شبر من هذا الشارع. تمام. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء ابراهيم عوض المتحدث باسم محافظه القاهره، شكرا لحضرتك يا فندم.